بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايتني بعملي أو أن تستذلني بخطيئتي. وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي أمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعزلته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كفرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عطيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما رأويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شكوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أعتصم. إن أنت قطعت حبلك عني فوا سوأتاها لا ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقبضت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه دا وأفضل من رجاه راج. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى محمد بن عبد الله. يا رسول الله، اشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، واديت الذي عليك من الحق، وانك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك افضل شرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة. اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين وعبادك الصالحين واهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والاخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وصفيك
وخافتك وتقوتك وخيرتك من خلقك. اللهم اعطه الدرجة الرفيعة واعطه الوسيلة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. اللهم انك قلت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واني اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني اتوجه بك الى الله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي